والتضامن الوحدة والتضامن الوحدة والتضامن الوحدة والتضامن الوحدة والتضامن من هذه السنة هذه أصدرت إدارة الجمارك واحد الدورية 6511 بإعاز من وزارة الصناعة والتجارة تهدف إلى منع ناقلي البضائع المرتفقة للجالية المغربية المقيمة بالخارج. يعني كاع الشيء اللي كيستافد الجالية تقريبا كله ملعوب. هنا وجب تنبيه وتفكير إدارة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة بأنه هاد الناس اللي حاضرين اليوم هنا وكذلك على مستوى ميناء طنجة المتوسط ماشي مستوردين والحسيمة ليسوا مستوردين. هاد الناس ماشي مستوردين كيديروا الاستيراد والتصدير. هادو قال عندهم المسطرة المبسطة عطات لهم الجمارك في مطلع سنة 2014 باش يجيبوا الجالية المغربية الحوايج ديالهم. ما تيبيعوا ما تيشري ما تيضروش بالاقتصاد المغربي ما تيضروش بالشركات المغربيه لان داكشي اللي كيجيبوه كل واحد كيديه لدارو. وهذا الشيء هذا ما كيجيبوهش في سبيل الله تيخلصوا عليه الرسوم الجمركيه وعندهم ضرائب رسوم جمركيه وعندهم ضرائب يشتغلون في اطار شركات مقاولات صغرى. صاحب الجلاله نصره الله يحث على تشجيع المقاولات الصغرى ويحث على حسن لرفض الظلم علينا علما انه عندنا مشاكل متراكمه من قبل مع هذه الاداره. حقوقي حقوقي دم في عروقي لن انساها ولو اعدموني. حقوقي حقوقي دم في عروقي لن انساها. مسألة أخرى الإخوان بغي ننبه لها وهي مهمة جدا. هذه المسألة هذه غنصبروا عليها في الصحة. هذه اللي تاخذ إصداري هاد المهاجرين المغاربة اللي تهربوا تيجيو يشريو في الديور هنا في المغرب. الديور تيخلصوا عليهم ضرائب تيحفظوهم تيخلصوا كاع القوانين ديالهم. من حقهم أنهم يقصوا ذاك الديور ديالهم كيف بغاو. وهاد الناس هادو علاش كيشريو هاد الديور في المغرب؟ اللي خص المسؤولين يعرفوا علاش هاد الناس كيشريو الديور في المغرب. هاد الناس كيشريو الديور في المغرب باش ولادهم ولاد ولادهم تبقى عندهم صلة ورابط بالمغرب باش يبقاو وطنيين. لذلك إلا شفتوا الحسن الثاني نصره الله. لا الحسن الثاني رحمه الله ومحمد السادس حفظه الله دائما كيعتنيوا بالجالية. دائما كيعتنيوا بالجالية دائما كيوفوا خير بالجالية لأن كيعرفوا القيمة ديال هذه الجالية. كيعرفوا القيمة ديال هذه الجالية اللي المسؤولين ما عارفينهاش. لذلك عاش الملك عاش الوطن وعاش النضال. وي عاش النضال.